في عين الكروم بحماة تستلقي مياه الصرف فوق النبع الذي يروي أهل القرية. أزمة صحية عمرها 4 سنوات تتقاذف مسؤوليتها عدة جهات، في الوقت الذي يتكبد فيه المواطنون عشرات الألوف إنفاقا على تكاليف الطبابة نتيجة انتشار اللاشمانيا. لو بتتكرم البلدية علينا وبتشيل بتعزل الصرف الصحي من فوق النبع، من البيت الأبيض هناك على وجه الكاميرا عليه، من البيت الأبيض هناك مسافة 100 متر لهون، يعني هيك بيصير عزل على المياه. نص الضيعة من هون صارت تهرب من قدام بيوتها، ما حد ما فيها توقف من ريحة التلوث والمجروف ومجرور الصحي. هذا المجرور الصحي ما بيكفي ضيعه. ولا واحد رد نداء إلنا أكثر من شهر هلا 30 يوم، ونحن يا جماعة أولادنا مرضوا. 200,000 كلبات مكلف السنة بهذا الشهر طبابي، ونص أولادنا راحوا على المشافي وما في منزل من المنازل، وما تكلف فوق 300,000 400,000. ما راح أجيب لك سيرة نقل إنه تكاليف الوقود وما الوقود ونقل المياه من الآبار للمنازل للشرب وللغسيل والكذا، مع إنه المياه ملوث يا أستاذ. في إصابات، في إصابات، وصراحة عالم على المشفى يا أستاذ، وبيعرفوا كلياتهم، وطلعوا من حما وطلع أكثر من وطلع عضو مكتب تنفيذي، ووعدنا على أساس من 10 أيام إنه تنحل خلال 24 ساعة، ولا حدا رد علينا. الجهات المعنية تحدثت عن توفر الاعتمادات اللازمة دون استجابة مقابلة من جانب المتعهدين، مشيرين إلى اتخاذ الإجراءات الإسعافية عبر تسليك المياه وتقوية أرضية الخزان وعزلها. من خلال العينات الدورية التي تؤخذ من الينابيع تبين وجود شاردة أمونيا في مياه خزان الصليحة في هذا الموقع من 6.35، في الحدود العليا تقريبا. قمنا بإيقاف الضخ مباشرة والبحث عن مصدر هذا التلوث. تبين وجود مادة الأمونيا بالمياه، قمنا على الفور بإيقاف الضخ وغسيل الخزانات بشكل كامل وتعقيم بشكل كامل بمادة الكلورة وإيقاف طنطخ، والآن نقوم بعملية صب الخزان، صب أرضية الخزان بالحديد المسلح، وإن شاء الله تكون الأمور جيدة. طلبنا إجراء دراسي لتبديل هذه البواري كاملة بحدود شي 250 متر. تجاوب السيد المحافظ بالشهر الأول ورصد اعتماد 11,250,000 لتبديلها، وأعلنت الخدمات مرة وتنتين وثلاثة ما تقدم لها متعهد. تعدلت الأسعار، قمنا بتعديل الأسعار، وصارت كلفة المشروع شي 12,600,000، والآن هي طور الإعلان، يعني إذا بياخذ اليوم متعهد بكرة بباشر. أزمة المياه في عين الكروم لم تقتصر على الواقع الصحي المزري فقط، بل امتدت إلى الأراضي الزراعية وأرزاق الأهالي، علاوة على أزمة تأمين مياه الشرب النظيفة. وهذه مشكلات قطاع خدمي واحد تقبع إلى جانبه قطاعات أخرى لها مشاكلها الخاصة التي تثقل الأحمال على كاهل السكان.